بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الصناعي تخصص الحاسبات، أهلا وسهلا بكم ونكمل مع بعض إن شاء الله برنامج الجافي. بإذن الله النهاردة هنكمل اللي قلناه قبل كده على البرامج الشيئية أو الدوال الشيئية، وكنا خدنا منها برامج كتير، منها إزاي أعمل برنامج شيء صغير باستخدام الدوال، وبعدين قلنا ازاي اعمل كائن ومنه بعمل الكلاس او الفئة، او ازاي اعمل فئة وهي هي باسم الكائن او الاوبجكت، وخدنا كمان ازاي استخدم كلمة this بدل ما تبقى عندي كل مرة كلمة متشابهة وابدأ اغير اسمها، لا انا قلت هتفضل هي هي بس باستخدام مين؟ ايوه باستخدام كلمة زيس، فكنت بحط نفس الاسم اللي انا خدته قبل كده بس باستخدام زيس، فكانت اسهل معايا كمان في عمل البرامج. وخدنا بعد كده التكوين، وخدنا برامج على بناء الدوال. النهارده هنكمل حاجة جديدة اسمها التغليف، وده كنا قلناها الحلقة اللي فاتت هنبدأ بيها ان شاء الله بإذن الله. مين الحلقة دي؟ ايه هو التغليف؟ قبل ما نتكلم على التغليف، احنا اتفقنا ان في كل حصة ناخدها لازم نبدأ بمين؟ أيوة بالشكل العام لبرنامج الجافا. إيه هو الشكل العام لبرنامج الجافا؟ نبص مع بعض كده. السطر رقم 1 import java x swing j option bin. يعني إيه import java x swing j option bin؟ المفروض إحنا الكلام ده خلاص إن شاء الله بإذن الله نكون حافظينه، ودي معناها استدعاء المكتبة الشاملة، المكتبة الكبيرة بتاعة برنامج الجافا. السطر الثاني public class bbbbb، وده قلنا ده ايوه ده اسم البرنامج وبحط فيه اي اسم انا بختاره للبرنامج، الا اذا هو قال لي اسم البرنامج اسم معين، ما قاليش بحط اي اسم للبرنامج، وبفضل ان ما يكونش اسماء زي ما انا كاتب كده حروف، يفضل يكون حروف. بعد كده رقم 3 بفتح القوس بتاع مين؟ ايوه بتاع public class bbbbb اللي هو مين؟ كوز بتاع اسم البرنامج. 4 public static void mean strange arges، وقلنا دي الدالة الرئيسية بتاعة برنامج الجافا. يبقى سطر 4 ده كل الأربع سطور، الخامس كمان سطور ثابتة في أي برنامج جافا. يبقى 4 تاني public static void mean strange arges، ودي الدالة الرئيسية بتاعة برنامج الجافا. بما إن أنا كنت فتحت في 3 ادام خدت اسم برنامج او خدت دالة، يبقى برضو كمان فما اخد الدالة الرئيسية رقم 4 لازم افتح لها قوس برنامج اللي هو رقم 5. 6 البرنامج، وده زي ما يكون بقى ياخد سطرين، ياخد 4، ياخد 10، ياخد سطر واحد حسب ما يجيلي في البرنامج. فانا هنا كنت مدي مثال صغير اللي هو سطر رقم 6، اكن ده البرنامج كامل يعني. 6 بتقول لي ايه؟ جو اوبشن بين شو مسج ديالوج نال، شو مسج ديالوج اللي هي ايه؟ ايوه اللي هي جمله الاخراج. نال يعني ايه هو الاخراج بتاعك؟ هتخرج ايه؟ انا كاتب بين علامتين تنصيص هلو ايجيبت، يبقى انا هنا كنت بعمل برنامج لاخراج كلمه او جمله هلو ايجيبت، وكلها جايه في سطر ايه؟ في سطر واحد. يبقى السطر 6 ده بالنسبه لي انا ده البرنامج، او ده البرنامج اللي انا هكتبه في اي برنامج جافا، زي ما ياخد بقى سطر 2 3 زي ما يكون. هنا في سطر واحد هنقوله تاني، 6 جي اوبشن بين شو مسج ديالوج نال، اللي بعد نال الاخراج اللي انت عاوز تخرجه جمله هل وايجيبت، وهتخرج ازاي عشان كده حطينا ما بين علامتين تنصيص. 7 بقفل القوس بتاع رقم 5 اللي هو بتاع البرنامج الرئيسي او الداله الرئيسيه. 8 بقفل القوس بتاع رقم 3 او بتاع اسم البرنامج. ده الشكل العام لاي برنامج جافا. نبدا النهارده في الدرس بتاعنا، وايه هو الدرس بتاعنا؟ التغليف او الانكابسوليشن، التغليف او بالانجلش انكابسوليشن. طب ايه هو التغليف ده؟ هو اخفاء البيانات داخل الكائن بحيث يتم الوصول الى بعضها بصلاحيات معينه فقط. يعني انا بجيب كائن واحط كل بياناته جواه واخفيه ليه؟ عشان محدش يجي ناحيته، محدش ياخد البيانات دي ويغير فيها، عشان لو اتغيرت الكائن نفسه هيتغير. فانا بعمل ايه؟ بضطر اجيب بيانات بتاعت كائن معين واحطها جوه كائن وابدا اخفيها. اخفيها ازاي؟ زي ما هناخد بعد كده ازاي اخفيها باستخدام البرنامج. طب ايه الصلاحيات اللي ممكن انا استخدمها؟
الصلاحيات ايه هي بقى؟ الصلاحيات تعني أحقية الوصول لهذه المعلومات من مين؟ أيوة، من خلال الكائن. يعني محدش يقدر يوصل للمعلومات دي أو البيانات دي غير مين؟ غير الكائن بتاعنا. ناخد برنامج، إزاي بقى أقدر أعمل برنامج في عملية التغليف؟ التمرين بيقول لي إيه؟ تمرين يوضح عملية التغليف. البرنامج الرئيسي يكون في ملف منفصل باسم مين؟ باسم القلاص. يعني أنا هجيب برنامج هعمله عشان عملية أغلف الكائن بتاعي، وأسمي البرنامج إيه؟ أو الفئة بتاعتي إيه؟ إمبولييه تيست. اسمها إيه؟ إمبولييه تيست. شوف البرنامج بتاعنا عامل إزاي؟ عفوا. رقم واحد، امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين. وقلنا ده اي برنامج جافا لازم يكون في السطر رقم كام؟ رقم واحد، اللي هو استدعاء المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا. يبقى واحد، امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين. اتنين، بابليك كلاس امبلوي تيست، اللي هو مين؟ اللي هو اسم البرنامج. اسمه ايه؟ امبلوي تيست. يبقى السطر 2 ده سطر اسم الايه؟ اسم البرنامج، واحنا مسمينه امبلوي تيست. يبقى 2 بابليك كلاس امبلوي تيست. ما ننساش رقم 3، بفتح القوس بتاع مين؟ ايوه، بتاع اسم البرنامج. 4، الداله الرئيسيه بتاعتنا ما ننساهاش، بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجز. دي مين؟ دي الداله الرئيسيه بتاعت برنامج الجافا. 5، بفتح القوس بتاع مين؟ بتاع الداله الرئيسيه. يبقى دول اول 5 سطور في برنامج الجافا. نقولهم تاني بسرعه. 1، امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين. 2، بابليك كلاس امبلوي تيست، وده اسم البرنامج. 3، بفتح القوس بتاع اسم البرنامج. 4، بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس، اللي هي الداله الرئيسيه. 5، بفتح القوس بتاع مين؟ بتاع الداله الرئيسيه. 6، نبدا في البرنامج بتاعنا. البرنامج بيقول لي ايه؟ امبلوي ماي امبلوي، يعني ايه الاسم الجديد بتاعك؟ نيو امبلوي، اهي انا سميته جديد اهوت، اسمه ايه؟ نيو امبلوي. يبقى 6 تاني، امبلوي اللي هو برنامج الموظفين اللي احنا اتكلمنا عليه، ماي امبلوي موظفيني، انت هتسميهم الاسم الجديد بيساوي نيو امبلوي، يعني اسمك الجديد بتاعك هو مين؟ ايوه، هو امبلوي. 7، ماي امبلوي، ناخد بالنا بقى من الجمله اللي جايه دي عشان دي جمله مهمه. ست نيم، انا بنشئ الكائن اللي انا احط فيه اسم مين؟ ايوه، اسم البرنامج عشان اغلفه. يبقى 7، ماي امبلوي ست نيم، انا بحط اسم البرنامج اللي انا هغلف فيه الكائن اللي جواه بيانات مش عايز حد يغير فيها، فسميته ايه بقى؟ بص كده نكمل مع بعض، امبلوي نيم ايجيبت. يبقى انا مسميه هنا ايه؟ مسميه ايجيبت. يبقى 7، ماي امبلوي ست نيم، بقول تاني اهو، انشاء الكائن وهديله اسم معين، عشان كده بقول 6، يعني ضع اسم للكائن اللي عايز تسميه اللي انت هتغلفه ده. يبقى 7، ماي امبلوي ست نيم، امبلوي نيم انت هتسميه ايه؟ ايوه، هتسميه ايجيبت. 8، اسم البرنامج بقى، اسم الخارج بتاعك ايه؟ ايه اسم الكائن اللي انت سميته؟ 8، جي اوبشن بين، شو مسج دايالوج نال، ايه بعد كلمة نال؟ ايه الخارج بعد كده؟ ماي امبلويي جيت نيم. اخد بالي، 7 كان في ست نيم، 8 في جيت نيم، الفرق بين الاتنين؟ 7 ست نيم معناه ايه؟ انشئ كاهن باسم معين. 7 ست نيم، انشئ كاهن باسم معين، وفي 7 سميناه ايجيبت. 8 بتقول لي ايه؟ 8 بتقول لي جيت نيم، انشئ الكائن اللي انت جبته اسمه كان ايه؟ جيت نيم يعني هات احصل على اسم الكائن اللي انت جبته. يبقى 7 بنشئ الكائن، 8 بستدعي الكائن. يبقى 8 تاني، جي اوبشن بين، شو مسج دايالوج نال، اللي بعد كلمه نال؟ ماي امبلوي جيت نيم، هات بقى الاسم بتاعك اللي انت سميته فين؟ في الكائن وغلفته ده. 9 بقى في القوس بتاع رقم 5، و10 بقى في القوس بتاع رقم 3، اللي هي الاقواس المقفوله. تاني الصفحه دي بتقول لي ايه؟ 1، امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، وده استدعاء المكتبه الكبيره بتاع برنامج الجافا. 2، بابليك كلاس امبلوي تيست،
وده اسم البرنامج، وانا سميته امبلوي تيست يعني اختبار الموظفين. 3 بفتح القوس بتاع مين؟ بتاع اسم البرنامج. 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجز، ودي اتفقنا انها مين؟ انها الداله الرئيسيه بتاعت اي برنامج جافا. 5 بفتح القوس بتاع الداله الرئيسيه. 6 يبدا البرنامج بتاعي. 6 بتقول لي ايه؟ امبلويي ماي امبلويي، يعني الاسم الجديد للموظفين بتوعك بيساوي نو نيو امبلويي، يعني هسميهم برضو ايه؟ نيو امبلويي. نبدا ناخد 7، دي مهمه قوي، و8. 7 بتقول لي ايه بقى؟ ماي امبلويي الجديده بتاعتك دي انت هتسميها ايه؟ سيت نيم، انشاء كائن او انشاء كائن لي بيانات معينه انت غلفتها وتديها اسم معين. ايه الاسم بتاعي؟ امبلوي نيم، هتسميها ايه بقى؟ ايوه ايجيبت. 8 جي اوبشن بين شو مسج دايالوج نال، ايه اللي بعد الخرج بتاعك؟ متفقنا قبل كده كلمه جي اوبشن بين ده الكائن بتاعنا، شو مسج دايالوج يعني جمله اخراج، شو انبوت دايالوج يعني جمله ادخال. ناخد بالنا من الاثنين دول عشان دول مهمين في الامتحان. يبقى تاني شو مسج دايالوج دي جمله الاخراج، انما ما تجيلي شو انبوت دايالوج يبقى دي جمله ايه؟ ادخال. نيجي 8 ايه الخرج بتاعك انت؟ ماي امبلويي جيت نيم، يعني ايه جيت نيم؟ يعني انشاء كائن انت سميته قبل كده، هات استدعيه بقى. جيت نيم يعني احصل عليه، احنا مسمينه قبل كده ايجيبت، فاديني الخرج بتاعي ايجيبت. 9 بقى في القسطة رقم 5، 10 بقى في القسطة رقم 3. نكمل بقى البرنامج، وازاي اعمل برنامج فرعي منفصل بستدعي مين؟ مين الكلاس بتاعتي او الفئه بتاعتي اللي اسمها امبري. 11 امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، اللي هي استدعاء المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا. 12 بابليك كلاس امبلوي، ده اسم البرنامج ما ننساهوش، هو قال سميه امبلوي فاحنا سميناه امبلوي زي ما هو قال بالظبط. انا كنت مسميه في البرنامج الاصل امبلوي تيست، اسمه اختبار موظفين، انما هو قال لي سمي الكائن بتاعك اللي انت سميته بعد كده ايجيبت، سميه غلفه باسم مين؟ امبلوي. فانا غلفته في رقم 12 امبلوي عشان نكمل البرنامج. يبقى اسم البرنامج بتاع الكلاس. 13 بفتح القوس بتاع اسم البرنامج بتاع الفئه. 14 مهم، 14 دي برايفت سترينج نيم، برايفت يعني حاجه خاصه، حاجه مهمه قوي. سترينج نيم يعني ده الاسم الخاص بتاعك، بتاع مين؟ بتاع الكائن. يبقى 14 بتاكد ان الكائن ده حاجه خاصه مش حاجه عامه اي حد يغير فيها، فمكتوبه ايه؟ برايفت سترينج نيم، يعني النيم بتاعك ده من نوع سترنج، من نوع حرفي يعني اتحط من علامتين تنصيص، ونوع برايفت يعني نوع خاص. 15 بابليك فويد سيت نيم سترنج اكس، بابليك فويد سيت نيم سترنج اكس. سيت نيم انت بتنشئ كائن جديد هتسميه ايه؟ احنا كاتبين ايه؟ سترنج اكس. مين اكس تعود على مين؟ هتبان كمان شويه. طبعا طبيعي اكس هتقعد على النيم اللي احنا قلناها قبل كده، دي اللي استدعي بيها بقى اكس بالنسبه لنا، اللي انا استدعي بيها الكائن دلوقتي. يعني اكس بقت هي الكائن اللي هو اسم الكائن بتاعي اللي هو اسمه ايجيبت. يبقى 15 بابليك فويد سيت نيم، سيت نيم انشئ الكائن انت هتسميه ايه؟ سترنج اكس، يعني اكس متغير حرفي. 16 بفتح القوس بتاع مين؟ ايوه كده صح، بتاع السيت نيم. 17 بعرفه مين هي الاكس دي؟ هي النيم اهي، 17 نيم بتساوي اكس، يعني بعرف النيم بتاعتي هي الاكس. ومين النيم اللي خدناها في اول برنامج؟ ايوه اللي هتبان بعد كده باسم ايجيبت. 18 بقى في القوس بتاع مين؟ بتاع السيت نيم اللي انا فتحته في رقم 16. بما ان انا جبت سيت نيم لازم اجيب جيت نيم، ما بما اني انشات كائن لازم استدعي، لازم احصل عليه. يبقى 19 عشان احصل على مين؟ على الكائن. يبقى 19 بابليك سترنج جيت نيم اهو احصل على الكائن اللي هو النيم اللي احنا عرفناه ان اسمه اكس فوق. 20 بفتح القوس بتاع مين؟ ايوه بتاع جيت نيم، بتاع انشاء الكائن لتحصل على اسمه. سيت نيم انشاء كائن بتحط له اسم، جيت نيم انشاء كائن بتستدعي الاسم. ناخد بالنا كويس قوي من سيت نيم
والجيت نيم، عشان دي مهمة أوي. يبقى 20 بفتح القوس بتاع الجيت نيم أو استدعاء اسم البرنامج. 21 ريتيرن نيم، ارجع تاني خد مين، خد الاسم بتاعك عشان تخرجه. 22 و23 بقى في القوس بتاع 20 والقوس بتاع رقم 18. نكمل نقول تاني ايه الجمل اللي احنا قلناها دي، ايه الصفحة اللي قدامنا دي، عشان دي الصفحة المهمة، دي الصفحة اللي فيها سيت نيم بعملها ازاي وجيت نيم بعملها ازاي. 11 امبورت جافا اكس سوينج دي جي اوبشن بين، استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا. 12 بابليك كلاس امبلوي، انا هسمي البرنامج ده زي ما هو الف خالص في بدايه البرنامج، هسمي البرنامج ده امبلوي. انت هتعمل فيه ايه؟ ايوه، اللي هتعمل فيه الكائن المغلف. 13 بفتح القوس بتاع اسم البرنامج اللي اسمه امبلوي. 14 برايفت سترينج نيم، باكد ان النيم من نوع سترينج يعني من نوع الحرفي وهو خاص، برايفت يعني مهم قوي محدش يعرفه، بغلفه يعني عشان كده سميناه برايفت. 15 بابليك فويد سيت نيم سترينج اكس، سيت نيم انا بنشئ كائن جديد باسم جديد انا هبدا اعمله، هنا بعرفه بايه؟ بعرفه ان اكس سترينج اكس يعني متغير من نوع الحرف، واكس تعود على مين؟ ايوه تعود على اسم الكائن. 16 بفتح القوس بتاع السيت نيم. 17 باكد اهو ان الاكس هي هي النيم، 17 نيم بتساوي اكس. 18 بقفل القوس بتاع السيت نيم، صح كده؟ بما ان انا قلت سيت نيم لازم اجيب مين؟ جيت نيم، ما ننساهاش. اي برنامج في تغليف في انكابسوليشن لازم الكلمتين دول يجوا معايا، سيت نيم انشاء كائن بكتب فيه اسم البرنامج، انما جيت نيم انشاء الكائن بحصل فيه على اسم البرنامج، فدول مكملين لبعض. ما ينفعش برنامج في تغليف اجيب في سيت نيم وما اجيبش في جيت نيم. اما احط سيت نيم يعني غلفت برنامج وسميت الكائن استدعي ازاي؟ يبقى البرنامج ناقص، يبقى لازم اجيب مين؟ جيت نيم. واذا جبت جيت نيم يعني هات البرنامج او هات الكائن اللي اسمه اي اسم يعجبك، طب اجيبه منين؟ لازم يكون في مين؟ سيت نيم. فالجملتين دول في عمليه التغليف في الانكابسوليشن لازم يكونوا موجودين. يبقى تاني في السطر رقم 19 public string get name يعني انشئ الكائن واحصل على اسمه علشان اقدر اغير في البيانات لو انا عايز. 20 بفتح القوس بتاع رقم مين؟ اي رقم 19 اللي هو get name. 21 return name، ارجع يا هم هات الاسم اللي انت كنت كاتبه في البرنامج الرئيسي. 22 و23 بقى في القوس بتاع رقم 20 والقوس بتاع رقم 13. برافو عليكم. خارج البرنامج يبقى ازاي؟ ايوه زي ما قال في الاول خالص، امبلوي نيم كان مسميها ايه؟ كان مسميها ايجيبت. يبقى هنا فعلا امبلوي نيم اسمها ايجيبت. طب احنا خدنا البرنامج على جزئين قلنا عشان نفهم. طب لو جالي في الامتحان اعمله على جزئين؟ لا طبعا، بعمله على ايه؟ على جزء واحد. نبص كده البرنامج كامل يبقى شكله عامل ازاي. 1 امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، قلنا دي استدعاء المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا. 2 بابليك كلاس امبولي تيست، انا مسمي البرنامج بتاعي امبولي تيست اللي هو اختبار الموظفين، انا حر في اسم البرنامج بس انا باكد انه برنامج موظفين امبولي. 3 بفتح القوس بتاع بابليك كلاس امبولي تيست اللي هو بتاع اسم البرنامج. 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس، ودي الداله الرئيسيه بتاعت برنامج الجافا. 5 بفتح القوس بتاع مين؟ بتاع الداله الرئيسيه. 6 و7 كتابه اسم الكائن واستدعائه او خارجه، ودي برضو قلنا من السطور المهمه جدا. 6 امبلوي ماي امبلوي ني امبلوي، يعني ايه؟ يعني الاسم الجديد بتاعك اسمه ايه؟ امبلوي. فانا باكد اهو امبلوي ماي امبلوي، ايه هسميها ايه الجديده ديت؟ هسميها يساوي نيو امبلوي، يعني هسميها امبلوي برضو. ماي امبلوي بقى هي ايه؟ يعني إيه اسم الموظفين اللي انت هتسميهم؟ الغلاف اللي انت هتغلفهم فيه وتدي له اسم. سيت نيم بنش كائن باسم جديد للكائن،
علشان محدش يقدر يغير بياناته. فالبلوين ايم بتاعتك انت بقى تسميها ايه؟ بين قوسين اهيت بين علامتين تنصيص كلمه ايجيبت، يبقى اسم البرنامج الجديد بتاعك اسمه ايه؟ ايجيبت. يبقى انت غلفت الكائن ده اللي ذو بيانات معينه تخص الموظفين باسم مين؟ باسم ايجيبت. ادام عملت سيت نيم قلنا لازم يكون في عندي مين؟ ايوه صح كده، لازم يكون عندي جيت نيم. يبقى 8 جي اوبشن بين شو مسج دايالوج، ايه جمله الاخراج اللي عندك انت؟ اللي بعد كلمه نال ماي امبولي، ايوه اسم الجيت بتاعك ايه بتاع الموظفين؟ جيت نيم. استدعي اسم الكائن اللي انت سميته في السطر رقم كام؟ في السطر رقم 7. 9 و10 بقى في القوسين بتوع 5 و3. ده الجزء الاولاني من كان البرنامج، ان انا بسمي او بغلف الكائن وسميته اسم جديد اللي هو اسم ايجيبت، ومحدش يغيره غير مين؟ غير الكائن. لا اما استدعي، يبقى مين يغير الكائن ده؟ هو نفسه اللي هو الايجيبت ده، لا اما انا استدعي واغير فيه. استدعي ازاي؟ عن طريق سيت وجيت زي ما ناخد في الباقي بعد كده. يبقى من اول سطر 11 ده اللي انا بستخدمه ليه؟ بستخدمه لو انا عاوز اغير في التغليف بتاع الايجيبت عن طريق استدعاء التغليف. مش عايز خلاص هو اسمه ايجيبت وهيقف لحد كده. لكن عشان اغير انا، عشان حد يعمل البرنامج بقى وياخد نفس البيانات بتاع الايجيبت دي، لازم يبدا من السطر رقم كام؟ من السطر رقم 11. طب سطر 11 بيقول لي ايه بقى؟ نبص مع بعض. سطر 11 امبورت جافا اكس سوينجز اوبشن بين، وده قلنا دي المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا، وليه كتبتها مرتين في البرنامج؟ عشان ده يعتبر برنامج مستقل بذاته. بس الاقي امتى؟ اما اكون عاوز اجيب التغليف بتاعي من بره البرنامج عشان اغير فيه. 12 بابليك كلاس امبلويي زي ما قال في البرنامج سميه امبلويي. يبقى 12 اسم البرنامج بتاع التغليف اسمه ايه؟ امبلويي. 13 بفتح الكوز بتاع رقم 12 اللي هو اسم البرنامج. 14 بقى ودي مهمه، هنا بدايه البرنامج ازاي اعمل تغليف بقى او ازاي استدعي التغليف اللي انا قلت عليه. 14 برايفت سترنج نيم، يعني بعرف النيم ان هي سترنج نيم متغير حرفي، يعني لازم يتحط منها علامتين تنصيص، وبرايفت يعني هو من النوع الخاص يعني محدش يغير فيه. 15 بابليك فويد، بابليك فويد نكمل سيت نيم. سيت نيم يعني بتنشئ كائن باسم جديد اسمه ايه؟ سترنج اكس، اسمه عرفته انه اكس، واكس عباره عن متغير حرف سترنج. 16 بفتح القوس بتاع السيت نيم 16 باكد عليها ايه؟ هي خاصه بكمين؟ ايوه بانشاء الكائن، بانشاء اسم للكائن اللي هي سيت نيم. 17 تبقى ايه هي الاكس دي؟ انا ما اعرفهاش لان اول مره تجيلي. لا اكس دي انا باكد ان هي النيم الموجود اصلا في البرنامج الرئيسي. الموجود اصلا فين؟ في البرنامج الرئيسي اللي هو سطر رقم 7. فباكد عليها ايه؟ النيم بتساوي اكس فعلا، النيم بتساوي اكس. 18 بقفل القوس بتاع السيت نيم اللي انا فتحته في رقم 16. بما ان قلت سيت نيم لازم نقول جيت نيم. ف 19 جيت نيم اللي هو مين جيت نيم؟ اللي هو استدعاء اسم البرنامج المغلف، اسم الكائن المغلف. بستدعيه ازاي؟ بابليك سترينج جيت نيم. هات لي يا عم احصل على التغليف او الكائن اللي انت غلفته باسم معين، وانا اعرف اسمه بقى ازاي طلع البرنامج. جيت نيم. 20 بقفل الكوز بتاع رقم مين؟ بفتح الكوز بتاع مين؟ ايوه بتاع الجيت نيم. زي ما كان في سيت نيم في كوز بيتفتح، برضه في الجيت نيم لازم كوز بيتفتح. طب الكوز ده بيشمل ايه؟ بيشمل ريتيرن نيم. ريتيرن نيم يعني ايه؟ فين اسم اللي انت هتجيبه؟ هاته بقى استدعيه. بعدين بقفل القوسين بتوع رقم 20 والرقم 13. ده البرنامج كامل اذا كان في الامتحان نكتبه ازاي. هنقوله مره واحده من غير شرح ونقول الناتج بتاعه. 1 امبورت جافا اكس سترينج جي اوبشن بين، 2 بابليك كلاس امبلوي تيست، 3 بفتح الكوز بتاع اسم البرنامج، 14 ده الداله الرئيسيه، 4 الداله الرئيسيه بابليك ستيت فويد مين سترينج ارجس، 5 بفتح الكوز بتاع الداله الرئيسيه، 6 بغير اسم البرنامج او الكائن بتاعتي او الفئه بتاعتي امبلويي، ماي امبلويي بتساوي نيو امبلويي يبقى اسمها الجديد ماي امبلويي يعني ده الاسم الجديد. 7 ماي امبلويي، 6
نيم هتحطها باسم ايه؟ امبولي نيم هتسميها ايجيبت. 8 جي اوبشن بين شو مسج دايلوج، الخارج بتاعك انت بتاع مين؟ ايوه بتاع ماي امبولي جيت نيم، هات لي اسم الماي امبولي بتاعتك الجديده اللي احنا سميناها فوق ايجيبت. 9 و10 بقى في القوسين متوا 5 و3. 11 ببدا في البرنامج ان انا بستدعي فيه اسم الكائن عشان اغير فيه لو انا عايز. 11 امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين. 12 اسم البرنامج الجديد بابليك كلاس امبلوي. 13 بفتح القوس بتاع اسم البرنامج. 14 باكد ان النيم بتاعي بتاع الكائن ده المغلف هو خاص، برايفت سترينج نيم، برايفت يعني خاص. 15 بابليك فويد سيت نيم سترينج اكس، انت سميته اكس، الكائن اللي غلفته ده اسمه اكس اللي هتستدعيه باسم نيم بعد كده. 16 بفتح القوس رقم 15. 17 باكد ان النيم هي هي اكس. 18 بقى في القوس بتاع السيت نيم اللي هو رقم 16. 19 بستدعي الغلاف بتاعي، التغليف بتاعي، الكائن بتاعي بابليك سترينج جيت نيم. 20 بفتح القوس بتاع جيت نيم، طب ايه هو النيم؟ فبقول ريتيرن نيم، يعني هات الاسم بقى ارجعه لي تاني. بعدين اقفل القوسين بتوع 20 وبتوع رقم 13. خارج البرنامج ايه زي ما قلنا؟ هو كاتب فوق اهو في السطر 8 ماي امبولي جيت نيم. ماي امبولي اسمك ايه؟ بص كده ايوه امبولي نيم اسمي ايه؟ اسمي ايجيبت. ده برنامج بتاع مين؟ بتاع التغليف. كده نكون انتهينا من عمليه التغليف انكابسوليشن كامله، وخدنا برنامج عليها كامل، وخدنا ازاي اعمل اي برنامج باستخدام البرمجه الشيئيه، سواء باستخدام الكائن لوحده، باستخدام الفئه لوحدها، باستخدام الفئه والكائن، باستخدام الفئه اللي نفس اسم الكائن، باستخدام زيس، او باستخدام التغليف. ايه رايكم ناخد تمرين كده ونشوف يتحل ازاي مع بعض؟ نبص كده التمرين بيقول لي ايه؟ بيقول لي ما هي مخرجات البرنامج التالي؟ يعني المره دي هيديني برنامج ويقول لي الخارج بتاعه عباره عن ايه؟ نبص البرنامج كده. البرنامج بيقول لي ايه؟ 1 امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين. 2 بابليك كلاس ام ام ام. هنقرا البرنامج كله وبعدين نحطه حته واحده عشان نفهم ده عاوز ايه. 3 بيفتح القوس بتاع اسم البرنامج. 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجز. 5 بيفتح القوس بتاع الفويد مين. 6 تراي سي بتساوي نيو تراي. 7 سي اريا 10 و20. 8 بنقفل القوس على رقم 5. 9 بنقفل القوس على رقم 3. 10 كلاس تراي. 11 بيفتح القوس بتاع الكلاس. 12 فلوت زد. 13 void area int a و int b. 14 بنفتح القوس بتاع مين؟ ايوه بتاع ال void area. 15 زد بتساوي 5 من 10 في a في b. 16 g option بين show message dialog null the area is بتساوي زائد زد يعني وزد. كلمة the area is بتساوي بين علامتين تخصيص يعني هتطلع زي ما هي. 17 بقى في القوس 14. 18 بقى في القوس رقم 11. ده البرنامج كامل، نروح حته حته عشان نعرف بقى بيقول ايه. 1 امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، ودي المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا. بابليك كلاس ام 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 ده اسم مين؟ اسم البرنامج. 3 بفتح القوس بتاع مين؟ بتاع اسم البرنامج. 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجز، ودي اتفقنا كلنا ان دي ايوه الداله الرئيسيه بتاعت برنامج الجافا. 5 بفتح القوس بتاع الداله الرئيسيه بتاع برنامج الجافا. 6 تراي سي بتساوي نيو تراي. للوهله الاولى انا مش عارف يعني ايه تراي، انما تراي هنا بمعنى كلمه تريانجل، جاي من اختصار كلمه تريانجل. تريانجل سي هو مسميها سي، هيسميها ايه؟ نيو تريانجل. يبقى تريانجل جديده بالنسبه له هو اسمها سي. طب ايه هي السي دي؟ سي رقم 7 بقى، سي اريا 10 و20. طب سي تريانجل. طب ايه اريا؟ ايوه
اريا ناعم يعني المساحه، ومديني فيها كام بعد؟ مديني فيها بعدين اللي هما كام؟ 10 و20. يبقى 6 بيقول لي تريانجل سي، ده مسمى جديد بتاع التريانجل، هو نيو تريانجل، يعني الاسم الجديد للتراي للتريانجل هو سي. 7 بيقول لي سي عباره عن ايه؟ سي اريا 10 و20. اريا يعني مساحه، يعني السي دي بتاعت التريانجل عباره عن مساحه ليها بعدين 10 و20. 8 بيقفل قوس رقم 5. 9 بيقفل قوس رقم 3. من اول 10 بقى ناخد بالنا، كلاس تريانجل عمل فئه جديده باسم تريانجل. عملنا فئه جديده باسم تريانجل، يعني اكني بعمل ايه؟ ايوه صح كده، اكني بعمل برنامج فرعي، اكني بعمل برنامج فرعي. 11 بفتح القوس بتاع مين؟ بتاع الفئه الجديده اللي اسمها تريانجل. 12 فلوت زد، بعرف متغير جديد اسمه زد، وبقول انه فلوت يعني متغير حقيقي، يعني متغير هيكون فيه علامة عشرية. يبقى 12 فلوت زد يعني ده متغير حقيقي اسمه زد يعني فيه علامة عشرية. 13 فويد اريا، اريا يعني المساحة، عبارة عن ايه؟ عبارة عن انت ايه وانت بي، عبارة عن متغيرين واحد ايه واحد بي، الاتنين من نوع انتجر، من نوع انت يعني ارقام صحيحة بدون علامة عشرية. يبقى 13 انا بقول ان عندي المساحة عبارة عن متغيرين او بعدين هم ايه وبي، ومعرفهم ان هم انت يعني انتجر يعني اعداد صحيحة. 14 بنفتح القوس بتاع مين؟ ايوه بتاع الفويد اريا. 15 ايه هي الزد بقى؟ بص هنا، زد بتساوي 5/10 في ايه؟ في بي. زد بتساوي 5/10 في ايه؟ في بي. مين هي الايه؟ البعد الاول. ومين هي البي؟ البعد الثاني. يبقى زد اللي هي المساحه عباره عن ايه؟ 5/10 في ايه؟ في بي. هو ايه 5/10 ايه في بي؟ جاب المعادله منين؟ هل دي معادله وخلاص؟ انا بجيب مساحه المثلث، ومساحه المثلث بتساوي كام؟ ايوه في ناس جاوبت، مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع. فهو اداني البعدين القاعده والارتفاع اللي هم الاي والبي، فقال لي زد بتساوي نص القاعده في ارتفاع، نص الاي في البي، يبقى زد عباره عن ايه؟ ايوه صح كده، عباره عن مساحه المثلث. 16 جي اوبشن بين شو مسج ديالوج، الاخراج بتاعك انت نال ذا اريا از بتساوي، ودي هتتكتب زي ما هي ذا اريا از بتساوي. طب هو عاوز قيمه مين؟ زائد زد يعني عاوز قيمه زد. 17 بنقفل قوس 14، و18 بنقفل قوس بتاع رقم 11. هنا انا جبت البرنامج كامل الاول عشان نعرف هو ده المطلوب بتاعه، فجيب البرنامج كامل انا اخده على اجزاء بقى، نقسمه على جزئين ونفهمه ازاي لوحده. اهو انا قسمت الجزء الاول اهو، بقى كده الجزء الثاني. الجزء الاول ده البرنامج الرئيسي، زي ما انا قلت ده برنامج، في برنامج فرعي. البرنامج الفرعي بتاعه اللي هو بتاع حساب مساحه المثلث. طب ايه البرنامج الرئيسي؟ نبص مع بعض بقى. 1 امبورت جافا اكس سوينج جو اوبشن بين، قلنا دي استدعاء الكائن بتاع المكتبه الكبيره بتاع برنامج الجافا. 2 بابليك كلاس ام ام ام، انا سميت البرنامج ام ام ام، قلنا انا حر في اسم البرنامج. 3 بنفتح القوس بتاع اسم البرنامج اللي هو اسمه ايه؟ ايوه اسمه ام ام ام. 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس، الداله الرئيسيه بتاعت برنامج الجافا. 5 بنفتح القوس بتاع مين؟ بتاع الداله الرئيسيه بتاع برنامج الجافا. 6 بقى، 6 دي انا بعمل اهو فئه جديده باسم جديد، ناخد بالنا منها كويس قوي، بعمل فئه جديده باسم جديد. 6 تريانجل سي، انا هسميها سي. مين هي سي دي؟ بتساوي نيو تريانجل، يعني هي الفئه الجديده بتاعه التريانجل بتاعه المثلث، سميتها ايه؟ سميتها سي. طب انا عايز منها ايه؟
عايز منها ايه في الست رقم 7. 7 بتقول لي ايه؟ سي الفئه الجديده بتاعتك، الكلاس الجديد بتاعك اللي هو بدل كلمه تريانجل عايز منه ايه؟ عايز منه اريا، عايز منه مساحه، ومديك بعدين اللي هم 10 و20. لحد هنا كده البعدين 10 و20 دول ممكن يبقوا مستطيل، ممكن يبقوا مثلث، فبالتالي انا مش هعرف من هنا في البرنامج الرئيسي هنا انا ما اعرفش المساحه دي بتاعت ايه؟ بتاعت مستطيل ولا بتاعت مثلث مثلا؟ هعرف منين؟ اما ناخد مين؟ ايوه اما ناخد البرنامج الفرعي. 8 بقى في القوس 5، 9 بقى في القوس بتاع رقم 3. يبقى الجزء ده بتاع برنامج الرئيسي بتاع البرنامج اللي انا بتكلم عليه اللي هو بيعرف فئه جديده باسم مين؟ باسم تريانجل اللي سميناها سي. نقولهم تاني على السريع. 1 امبورت جافا اكس سوينج اوبشن بين المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا. 2 بابليك كلاس ام 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 وده اسم البرنامج. 3 بنفتح القوس بتاع اسم البرنامج. 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس ودي الداله الرئيسيه بتاعت برنامج الجافا. 5 بفتح القوس بتاع الداله الرئيسيه. 6 ده الفئه الجديده تريانجل سي. يبقى السي دي بالنسبه لي مين؟ ايوه ده الاسم الجديد اهو، سي بتساوي نيو تريانجل يعني الاسم الجديد للفئه. طب 7 سي عايز منها ايه؟ عايز اريا 10 و20، عايز مساحه البعدين اللي هم مين؟ اللي هم 10 و20. مستطيل ولا مثلث؟ هنعرف لما نكمل البرنامج الفرعي. 8 بقى في القوس 5، 9 بقى في القوس رقم 3. ده بدايه البرنامج الفرعي. عشان نعرف ال 10 وال 20 دول بتوع ايه؟ هل هم بتوع مساحه مستطيل ولا هم بتاع مساحه مثلث؟ هنعرف. 10 كلاس تريانجل، ايوه الفئه بتاعتي اللي هي مسميها احنا ايه؟ تريانجل اللي كنا سميناه في البرنامج الرئيسي سي، صح كده؟ 11 بفتح الكوز بتاع الفئه بتاعتي اللي اسمها تريانجل. 12 فلوت زد، بحط متغير جديد اسمه زد وبعرفه انه فلوت يعني بعرفه انه متغير حقيقي يعني متغير فيه علامه عشريه. 13 فويد اريا، انا بعرف المساحه هنا انت اي وانت بي ان برضو ليها بعدين اي وبي والاثنين من نوع انتجر يعني الاثنين متغير من نوع الصحيح يعني ما فيهمش علامه عشريه. وبرضو لحد دلوقتي انا لسه ما قلتش دول مستطيل ولا مثلث. 14 بفتح القوس بتاع مين؟ ايوه بتاع الفويد اريا. 15 دي بقى المعادله اللي تعرفني انا بتكلم على مساحه مين؟ مساحه مستطيل ولا مساحه مثلث؟ مساحه المستطيل الطول في العرض، مساحه المثلث نص القاعده في ارتفاع. طب المعادله هنا بتقول لي ايه؟ بص كده 15 زد بتساوي 5 من 10 يعني نص في الايه؟ في البي في البعدين. ايوه كده بقت نص القاعده في الايه؟ في الارتفاع. واللي يعرف اصلا كلمه تريانجل، تريانجل معناها مثلث، يبقى انا في الاصل تريانجل معناها مثلث. لو انا مش عارف تريانجل معناها ايه فانا قلت في المعادله ان زد بتساوي نص في ايه في بي يعني نص القاعده في الارتفاع. 16 جي اوبشن بين شو مسج دايالوج، ايه جمله الخارج بتاعتك انت اللي بعد كلمه نال؟ هتكتب ايه؟ هتكتب ذا اريا از بتساوي ما بين علامتين تنصيص اهي زائد زد يعني وزد قيمه الزد كام؟ يبقى زي اريا از بتساوي اتحط زي ما هي ما بين علامتين تنصيص وبعدها قيمه مين؟ ايوه بعدها قيمه زد. 17 بتقفل القوس بتاع 14، 18 بتقفل القوس بتاع رقم كام؟ 11. قبل ما نطلع الناتج هقول تاني ازاي عملنا البرنامج الايه؟ الفرعي. من اول السطر رقم 10 كلاس تريانجل فئه جديده باسم تريانجل وخلاص احنا عرفنا تريانجل يعني مثلث. 11 بنفتح القوس بتاع الكلاس اللي هي اسمها تريانجل. 12 فلوت زد بعرف متغير جديد اسمه زد وعباره عن متغير فلوت يعني متغير حقيقي يعني فيه علامه عشريه. 13 فويد اريا انت اي وبي، بقول ان انا عندي مساحه ليها بعدين اسمهم A و B والاثنين من نوع انتجر يعني الاثنين متغير صحيح ما فيهوش علامه عشريه.
الهم مين بالنسبة لي؟ عندما بنتكلم على مثلث، أيوة القاعدة والارتفاع. 14 بنفتح القوس بتاع رقم 13. 15 مساحة المثلث، مساحة المثلث ده قائم الزاوية، نص القاعدة في الإيه؟ في الارتفاع. يبقى زد بتساوي 5/10 اللي هي نص في إيه اللي هي القاعدة في بي اللي هي الارتفاع. يبقى كلمة زد بتساوي نص في إيه في بي، يعني نص القاعدة في ارتفاع، ودي فعلا مساحة المثلث. 16 جي أوبشن بين شو مسج دايلوج نال ذا إيريا إز زائد زد ذا إيريا إز بتساوي بين علامتين تنصيص، يعني تكتب زي ما هي، لكن أنا عايز مين؟ عايز زد. كلمة زائد زد دي قلنا قبل كده في الشو مسج دايلوج أو في الإخراج كلمة زائد دي معناها واه، يبقى أنا عاوز واه زد، يعني قيمة زد كام؟ 17 بنقفل القوس 14، 18 بنقفل القوس على رقم كام؟ 11. طب لو طلع الناتج بتاعي دلوقتي نص القاعدة في ارتفاع، هو كان قايل قبل كده إن الرقمين بتوعه العددين بتوعه 10 و20، نص في 10 في 20، نص ال 10 5 في 20، يبقى الحل كام؟ 100. نبص مع بعض كده، ايوه اهي the area is بتساوي ليه اتكتبت كده؟ عشان اوضح حيطا بين علامتين تنصيص، بتساوي كام؟ بتساوي 100 اللي هي نص في 10 في 20، دي فعلا مساحه الايه؟ المثلث. طب هل البرنامج بتاعي ده هيتغير لو انا عملته مستطيل؟ هل ينفع هيتغير؟ اه طبعا هيتغير. ايه اللي هيتغير؟ مبدئيا كلاس تريانجل هتبقى ريكتانجل اللي هي مين؟ اللي هو المستطيل. يبقى اول رقم 10 اول حاجه تتغير كلاس ريكتانجل. 11 قوس زي ما هو مش هيتغير، فلوت زد برضه مش هيتغير لان ده متغير حقيقي، يعني بتحط فيه علامه العشيه، ممكن في حاله المستطيل ما قلتش فلوت زد. ليه انا قلت في المثلث فلوت؟ لان مساحه اصلا نص القاعده، كلمه 5/10 دي يعني عدد حقيقي، فبالتالي لازم المساحه تكون عدد حقيقي. ده فين؟ ده في المثلث. لكن لو بتكلم عن الريكتانجل على المستطيل لا طبعا. يبقى سطر 12 لو انا هتكلم عن المستطيل على الريكتانجل مش هقول فلوت زد، هقول انت زد وراح دماغي. بعدين 13 فويد اريا انت ايه وبي وانت ايه بي، هم مش هيتغيروا لان المستطيل ليه بعدين، ليه طول وليه عرض. يبقى 13 في حاله المستطيل هتتكتب زي ما هي فويد اريا انت ايه وانت بي. 14 هنفتح القوس بتاع رقم 13. السطر رقم 15 بقى هو اللي هيتغير عشان اجيب مساحه مين؟ هنا مساحه المثلث، انا اجيب مساحه المستطيل. مساحه المستطيل بتساوي ايه؟ ايوه الطول في العرض، يعني كانت زد هتساوي الاي في البي فاختلفت. في حاله المستطيل هيتغير معايا هنا الزد بتساوي، المعادله هتتغير الزد بتساوي الاي في البي. مش كده انا قلت سطر 12 بلاش اعرف زد ان هي فلوت، لا اعرفها ان هي انتجر. ده فين؟ ده في حاله المستطيل. 16 هل الجمله دي هتتغير؟ هتتغير، اتغير فيها كلمه بس او مش هتغير حتى حد، هي كده كده مساحه. لو انا كاتب ذا اريا تريانجل از كنت غيرت كتبت ذا اريا ريكتانجل از، انما انا كاتب المساحه وخلاص. يبقى 16 جي اوبشن بين شو مسج دايلوج يا جمله الاخراج اللي عندك اللي بعد كلمه نل the area is بتساوي، يعني المساحه بتاعتك بتساوي زائد زد، وهنا كانت تبقى مساحه المستطيل اللي هي 10 في ال 20 كانت تطلع 200. بين 17 بقى في القوس 14، 18 بقى في القوس بتاع رقم 11. ده كان مثال صريح عشان يداني شكل برنامج وعاوز الخارج بتاعه. ناخد تمرين كمان. بيقول لي ايه برضه؟ ما هي مخرجات البرنامج التالي؟ يبقى ممكن في الامتحان يجي لي الشكل مختلف في البرنامج، لما يجيب لي برنامج يقول لي عاوز الحل بتاعه، وممكن يجيب لي كمان البرنامج يقول لي ايه، يقول لي ما نتيجة البرنامج التالي مع ذكر المكونات او مع تعريف كل سطر منه. يعني ايه؟ زي ما انا بشرح كده بقول جي اوبشن بين شو مسج دايلوج دي جمله ايه؟ ايوه جمله اخراج. هقول له كده السطر الفلاني ده عباره عن جمله اخراج. اما اقول له امبورت جافا اكس، اقول له ده مين؟
ايوه دي الداله المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا. اما اجي اقول له مثلا فلوت زد، ايوه يعني ده متغير زد، انا معرفه انه فلوت، يعني معرفه انه عدد حقيقي. فزي ما جيلي في الامتحان اذا قال لي 100 مخرجات يبقى عايز الناتج بس، قال لي 100 مخرجات مع تعريف كل سطر يبقى لازم اكتب المخرجات واعرف كل سطر منهم او اعرف السطور الرئيسيه اللي هي المهمه جوه البرنامج. طب ده لو جه البرنامج وعايز الحل بتاعه، لو عكس زي ما احنا عمالين بناخد من بدأنا خالص عكس، يعني ايه؟ قال له اكتب برنامج بلغه الجافا لحساب مساحه مثلث باستخدام مثلا الدوال الفرعي، باستخدام برنامج الدوال. هنا هو بيقول له اسم برنامج وانا هعمل البرنامج. في فرق ان هو يديني البرنامج وعاوز الحل بتاعه او شرح السطور، في فرق اما يقول لي البرنامج وانا هعمله. اللي كنا بنعمله طول الفتره دي كلها لحد النهارده، لحد الترمين اللي فات ده، كنت انا بديك البرنامج واحنا بنعمله مع بعض. الترمين اللي فات هو اداني برنامج وعاوز الحل بتاعه، فسرناه وحليناه. في البرنامج اللي جاي نفس القصه برضو، هو هيديني البرنامج وعاوز الحل بتاعه، برضو هنشوف البرنامج ونفسره مع بعض وبعدين ايه نحله. نبص مع بعض كده. التمرين بيقول لي ما هي مخرجات البرنامج التالي. ايه هو البرنامج؟ نبص مع بعض. البرنامج سهل، هو ده البرنامج كله عامه، ده برنامج سهل قوي. واحد امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، هقراه برضو كله مره واحده وبعدين نشرحه. واحد امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بين، 2 بابليك كلاس ام ام ام، 3 بفتح القوس بتاع بابليك كلاس، 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس، 5 بفتح قوس بتاع البابليك ستاتيك فويد مين، 6 جي اوبشن بين شو مسج دايالوج نال 1 بين عمتين تنصيص 1 سلاش ان 2 سلاش ان 3 سلاش ان 4 قفلت عمتين تنصيص، 7 بقى في القوس، 8 بقى في القوس. عشان نحل البرنامج هنعرف كل سطر بيقول ايه وبعدين نحل البرنامج. هو برنامج سهل، وبرضه بعد ما نخلصه هنغير فيه حاجات ونشوف في الخارج بتاعه ايه اللي هيتغير معايا. واحد امبورت جافا اكس سوينج جي اوبشن بي، ده مين؟ ايوه جي اوبشن بين ده الكائن. امبورت جافا اكس استدعاء المكتبه الكبيره بتاعت برنامج الجافا. 2 بابليك كلاس ام ام ام، وده بابليك كلاس الايه؟ الفئه العامه اللي احنا بنحط بعدها مين؟ صح كده، بنحط بعدها اسم البرنامج وهنا هو مسميه ام ام ام. 3 بنفتح القوس بتاع مين؟ بتاع اسم البرنامج اللي هو ام ام ام. 4 بابليك ستاتيك فويد مين سترينج ارجس اللي هو مين بقى؟ ايوه اللي هو الداله الرئيسيه بتاعت برنامج الجافا. 5 بيفتح القوس بتاع مين؟ بتاع الداله الرئيسيه. 6 جي اوبشن بين شو مسج دايالوج، جي اوبشن بين شو مسج دايالوج قلنا عملنا ايه؟ جي اوبشن بين ده خلاص للكائن بتاع البرنامج الجافا، موضوع منتهي. شو مسج دايالوج؟ ايوه شو مسج دايالوج جمله الاخراج، انا باكد عليها عشان نبقى احنا عارفينها. شو مسج دايالوج جمله اخراج، في شو انبوت دايالوج ده جمله الادخال، لازم نفرق بين الاثنين. واذا جه في البرنامج شو انبوت دايالوج يبقى انا هبدخل المدخلات عن طريق مين؟ عن طريق لوحه المفاتيح. ما جاتش جاي شو مسج دايالوج يبقى انا بطلع الخارج، الخارج بيطلع بعد مين؟ بعد كلمه نل. عشان كده في سطر 6 جي اوبشن بين شو مسج دايالوج اللي بعد كلمه نل، ايوه ما بين علامتين تنصيص 1 سلاش ان 2 سلاش ان 3 سلاش ان 4 قفلنا علامتين التنصيص، السطر خلص. 7 قفلت القوس، 5 8 قفلت القوس بتاع رقم 3. لحد السطر 5 انا ما عنديش حاجه خالص نهايه، اللي فاضل معايا خارج البرنامج 1 سلاش ان يعني 1 لوحدها على سطر، 2 سلاش ان يعني 2 لوحدها على سطر، 3 سلاش ان لوحدها على سطر، و4 لوحدها على سطر.
بص خارج كده اهو 1 2 3 4 كل واحده في واحدها على سطر عشان واخده سلاش ان. كده نكون انتهينا ازاي نعمل برامج كامله باستخدام الاسم فقط للبرنامج، او ازاي يجي لنا برنامج واطلع منه الخرج واشرح كل سطر فيه. نتمنى تكون حصه النهارده استفدتوا بيها، تكون حصه مفيده، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.